يوم الجمعة أجواء مشمسة تماما على المدن الساحلية، لكن خلايا رعدية ستنشط على المرتفعات الداخلية مرفوقة بأمطار رعدية على المرتفعات الداخلية الشرقية. هذا النشاط الرعدي سيمتد إلى شمال الصحراء، منطقة الواحات بالصحراء الوسطى، لكن مرفوقة بأمطار احتمالا تكون رعدية ومعتبرة بأقصى الجنوب الجزائري. درجات الحرارة القصوى لن تتعدى 34 بالسواحل، 38 درجة بالمدن الداخلية، 40 درجة بشمال الصحراء، و 40 درجة بأقصى الجنوب. يوم السبت بحول الله هبوب رياح قوية نسبيا على السواحل الوسطى والغربية. الخلايا الرعدية أقول دائما تبقى في الموعد فيما يخص المرتفعات الداخلية مرفوقة بأمطار رعدية على المرتفعات الداخلية الشرقية. هذا النشاط الرعدي سيمتد إلى شمال الصحراء، منطقة الواحات بالصحراء الوسطى، دائما يبقى أكثر نشاطا وفعالية فيما يخص أقصى الجنوب الجزائري. درجات الحرارة القصوى عموما تبقى في استقرار بالشمال وبالجنوب. بداية الأسبوع القادم بحول الله، إذن يوم الأحد فالأجواء المشمسة تبقى في الموعد بالنسبة للمدن الساحلية، لكن سحب كثيفة ستنتشر على المرتفعات الداخلية الغربية مرفوقة برعود، وحتى بالنسبة لهبوب رياح قوية نسبيا على هذه المناطق مع خلايا رعدية منعزلة ستنشط على المرتفعات الداخلية الوسطى مرفوقة بأمطار فيما يخص المرتفعات الداخلية الشرقية. هذا النشاط الرعدي سيمتد إلى شمال الصحراء، منطقة الواحات بالصحراء الوسطى، دائما أمطار احتمالا تكون معتبرة ورعدية فيما يخص أقصى الجنوب الجزائري. درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 28 إلى 41 درجة بالمدن الشمالية، 42 بشمال الصحراء، ترتفع كلما اتجهنا نحو أقصى الجنوب الجزائري لتقارب 46 درجة.